بكم مشاهدينا في هذا الجزء الثالث من حصة الهدرافوت، ونتحدث ونبقى نواصل الحديث عن فريق شباب بلوزداد وقضية ووضعية هذا الفريق العريق الذي يعاني كثيرا هذا الموسم، وإن شاء الله تكون الكرة في يد الشيخ عبد القادر عمراني لإخراج هذا الفريق من هذه الوضعية. العموري جديات رفيق تحدث عن قضية الديون، فات الحال، هل الكرة الآن في مرمى اللاعبين؟ بما أنه هذه المشاكل هذه كل شيء يعود حافز للاعبين، وخاصة وأنه كل شيء موفر لهم الآن أموال. الشيخ تحدث عن الظروف مهيئة لهذا الفريق، راح يفتحوا صفحة جديدة ونقولوا بالعامية يشمروا على يديهم ويبدأوا يخدموا. نظن بلي كل إمكانيات هي موفرة للاعبين، اللاعبين ما عندهم حتى شيء يتخبوا مورا، دونك الجوار عليه هو لاكتور في التيران هو اللي لازم. رفيق قال لك تحقروا، يعني الحقره هذه بالك تولي انت كلاعب تشوفها. احنا دوك رانا في مرحله واحده اخرى، دوك رانا في مرحله واحده اخرى، مسيرين واحد اخرين. نظن بلي الفريق راه في ازمه تاع نتائج، راه فريق يعني مهدد بالسقوط. نظن لا بال كامل راهي عندهم وكل امكانيات موفره. نظن لي جوار فاني يوريو يعني واش راه واش عندهم سي بلان تكنيك كما يقول العموري. ايزون ريان اوفي اوزوتر كلوب، شباب لوزاد انديفيديوالمون كيتحكمهم لاعبين لاباس بهم. سي فري كو عندهم ان ديفيسيت في البلان كونطابل دو بوان، هذاك اللي خلاهم باش يلحقوا لهذه المرحله. سينو كنت تحكمهم يعني فرديا ولا حتى جماعيا. انا قلت لك هاد لي طرو ماتش الاخرانيين شفنا وجه واحد اخر، لا بريزون شارج لما شافوا باللي كاين الناس اللي راهم ساهرين واقفين عليهم. وفي بدايه الحصه قلت لك باللي المستوى متقارب بين الرائد اللي راهو في المرتبه الاخرى، ما كاينش فرق كبير. للحاج عندهم تحدي هاد اللاعبين، عندهم امكانيات باش يقدروا بالك يفوزوا كاع المباريات حتى نهايه الموسم ان شاء الله. مي ما يخفالكش الحاجه، الضغط تاع النتائج والضغط تاع لي دو ديربي اللي راهم جايين ماهيش مهمه. ماهيش مهمه اظن انا يا واش راني نشوف الفريق تاع شباب بلوزداد كون يفوت يعني لي دو ماتش هادو دو فيكتوار يلعب البقاء هنا. نظن لو فيراج هذا 70% هذا هو لو فيراج تاع الشباب. نظن يربحوا اكثر ثقه خاصه في الديربي. نظن هذا ما نتمناه. الشيخ بالك يشترك الراي ممكن. اكيد نعم شيخ، اكيد الكلام اللي قالوا هذا هو الصح. بونس كو تاني كي تدعم الفريق بعودة بوشار سعيود اظن عطاو توازن الفريق. ننتظر في قدوم مهاجم ثاني، مهاجم ايفواري مازال. لا لا هذا غير شفنا برك سين بروسبكسيون، كاين واحد اخر نظن نقدر نعرفوا الاسم الشيخ. والله مازال والنيجيري ما يجيش الشيخ. والله هبلوني، والله لا هبلوني المناجر. والله لا هبلوني. شكون يهبلوك الشيخ؟ المناجر مقربين الاداره. مشي استدير تشوف لي فيديو اللي بعثوهم لي سادير سيرتا مومون تقول لي تقول شكون تدي وشكون تخلي. يعني الفيديو ارض الواقع حاجه واحده اخرى. حاجه واحده اخرى زيد اون بليس صرات لي انا في قسنطينة، عشت نفس المشكل في قسنطينة مع كاكام بيغا. كاكام بيغا سرحتوه المشاكل اللي عشتهم يا على جي باسكو جي في نجم نقول لك جي في موفي شوا باسكو جيتي كونسي بار لونسيان جوار تاعي بالبون حميد et en même temps le joueur que j'avais ici là c'est à dire مشيت على كلامهم. مي لا رياليتي حاجه اخرى. maintenant il y a des managers يبعث لك جوار من بعد يعيط لك واحد اخر له هذاك مش مليح ما كانش يلعب هذه عام واحد عام ونص بعد يعني فريمونت اللي ما تعرفش سي سي با فاسيل باش تلقى اللاعب اللي كيما تمناه انت. وشكون وشكون يخير هنا الشيخ؟ نعم انا درك اون ما في دو بروبوزيسيون دي جوار افريكان بعث لهم ميم لو بي من بعد جي شونجي دافي بعد سي تافيري باسكو عندي ريسبونسابل تاع فيديو عاود يدخل لينسات يعاود يشوف بلي هذا الجوار صافي انا ما لعبش. هذا ماشي ريسك يا شيخ تدي واحد ريسك ما تخاف خاصه الفريق لازم الوقت باش يوالف في البطوله. ما عنديش انا في المارشي ناسيونال ما كاينش. ما كاينش كاينين سيلول دركيت مو شيخ. ما كاينش ما كاينش سيلول ابار انا وسعيد. ولكن جوار هنا لعاب عندنا وراه المهاجم اللي يقدر يحل لك مشاكلك. هذه المقابله سي فري سيرتا مومون كيما اللاعب عطيه ستانجان سون بريمي ماتش لا فاز اللي كاع ما لعبش باسكو ما كانش عنده لا ليسونس لي مونك لي ريتم دو جو عنده انتقادات شيخ بعد هذه المباراه. لا ولا فاز اللي كاع هو يدرب مسكين يدرب مع الفريق بلا ما يلعب وما يسكنش في الجزائر يعني عاش ظروف صعيبه اوتوماتيكمون كي جيت جافي لو شو نخليه ولا نحيه
بعد قلت نضيعوا حرام عليا صدير واحد تحملت مسؤوليه اي سند ان جون صافي عنده 21 ولا 22 زون مع ليكيب ومن بعد ما تقرديش في الجروب لا با دي ليسونس كان عنده ليسونس اسكو خدمت بلي سونتيمون هنا اسكو جوغافي دي سوسيال لا مش سوسيال لانه مهمتك انخال شباب الوزاز بغض النظر على والله والو والله ما سوسيال باسكو شفت فيه الونتالمون شفت فيه عنده امكانيات لاباس بها يعني يعني عنده لو بروفيل دان افون سونتر واش يخص يخص هذيك الثقه في النفس باسكو تشوف لي بيت اللي راطاهم سي بوكو بلوس ليكسي ليكسيد كونفيونس يقولوا بكاكي خرجتو بالك تعبرت على الغضب تاعك كثير على صح نعم وضيع النقاط ثلاث يعني في في يدو نجم نقول لك ما درتوش انت قلت ما لعبش مونك دي دو ريتم ما درتوش لا يعني شوف كاينه حاجه نقولها ما عندي ما نخبيها تقلقت وي تقلقت وبكات واضحه في الصوره تقلقت باسكو سارتا مومون شفتو باللي مونطالمون الى بيردي لي بيدال ستادير راتا الاولى طاح في الارض عاود راتا الزوجه حكم في راسه راتا التالتة سالدير سالتا مومون جي كومبري قلت ما خرج خرج كومبليتمون من الماتش فاني با بتات لي ليسي الشيخ باش يزيد لك الثقة وكانت بالك تجيه فرصة أخرى يقدر يماركي جو دي كو انايا مي اون ميم تون على بالك سي با فاسيل ديتر ما بلاص سي دي فير لو شوا سالتا مومون باسكو ديت لو جو اللي دخلتو في بلاصتو سعيداني قال لك ما لعبش اسمع لي هذا سي تان جون اسبوار شفتو في لونترمون طلعتو درب معايا عجبني C'est un jeune gaucher avant-centre, espoir, hein, pour compléter l'effectif. Dis-tu. Ou de faire ainsi, même si il est chère, c'est ce que j'ai mis. Dans ma tête, dis-tu. C'est-à-dire, quand aucun marqueur ou l'aide qui m'a chauffé frontalement, j'ai fait un bon coaching. Est-ce que c'était un mauvais coaching le fait de faire sortir Ardia ou de faire un autre joueur et ton question juste après? Est-ce qu'il n'a pas fait un travail défensif pour terminer offensif le jeune Ardia? رفيق خويا على بالك ان اونترونور ان سارتان مومون يل في ان كونتشيت قادر ينجح كيما قادر ينجح مي لو بليز امبورطون كو جاسيم لي ريسبونسابيلتي سي جو برون با دو ريسك ما نخدمش وي هذا ما كان شيخ رانا هنا نستغلوا راك هنا نستغلوا الفرصه جبت ربع لاعبين مازال واحد نقدروا نعرفوا كيف مازال درك ان شاء الله هاد دو جور هذا يبان كاين واحد راه نشوف فيه جابوا لي اليوم افون سونتر افون سونتر مهاجم قلب مهاجم وماذا على الايفواري يعني المهاجم الايفواري جا غير اليوم هذا جابوا لي غير اليوم مازال ما شفتوش مازال شتاجيه فرونتالمون سي با سيفيزون وماذا على المهاجم النيجيري تاع الوداد النيجيري يعني. بون فيه على بالك المانجر تاعو سي تاع ماروكان كاين باسبور بلج قلنا له بعث لنا جوار قال لك لازم نجي انا وياه هو با با فور لي فيزا في المغرب باسكو لان باسبور بيرج يجي ولا ما يجيش يروح لا ما يجيش ما يجيش اسمها طويتو الصفحه هذه ضيعنا الوقت ضيعت الوقت طويتو الصفحه وان شاء الله تفتحوا صفحه جديده وبما انه تحدثنا عن الميركاتو ونتحدث عن الميركاتو في مرحله العوده الذي ستكون مهمه ومهم جدا وذلك بعد الجينجل ما بعد الميركاتو مرحلة قوية وقوية جدا وصعبة على العديد من الفرق كيف ستتعامل الأندية مع اللاعبين واستقدامات اللاعبين وهذا ما يجيبه أو ما يجيب عنه الزميل شهر عبيتي أندية المحترف الأول استجمعت قواها البعض منها صحح أخطاءه والبعض الآخر لم تكفي فترة الركون إلى الراحة لإعادة ترتيب البيت وسد ثغرات بإيجاد سير ذاتية قادرة على تعزيز الخطوط الثلاث فريق اتحاد الجزائر شكل ضمه لكل من الليبي مؤيد اللافي عبد الكريم زواري محمد صغير بالعربي ضجة وسط معاقل سوستارة حول قدرة الثلاثي على كسب ثقة المدرب الفرنسي مولودية الجزائر لم ينشط كثيرا خلال فترة التحويلات الشتوية لكنه ظفر بخدمات مهدي بن علجية سامي فريوي نبيل العمارة القادم من اتحاد بالعباس وغير بعيد عن الاتحاد والمولودية كلفت ورقة الوافد الجديد لشباب الوزداد أمير سعيود خزينة الفريق مبلغا ماليا معتبرا فهل سينجح المراهن عليهم في تقديم الإضافة اللازمة وتكميم الأفواه المشككة في قدرتهم على فرض أنفسهم وهل كان خيارهم صائبا بالانضمام إلى فرق لا تعترف جماهيرها إلا بمن يبلل القميص كيف سيكون مردود المستخدمين الجدد في أنديتهم مولود جديات ميركاتو في الجزائر يقول تاعت بزنيز يعني اه ما يخفالكش هذا هو الميركاتو بارابور واش كاين في لو مارشي هذا واش كاين لي جوار اي ما يخفالكش كاين لا فيريتي دو تيران
شفنا بزاف لاعبين غيروا الفرق تاعهم في الفريق، عندما يتغيروا يولي الاداء تاعو لاعب عادي. لكن حنا عندنا تبزنيس في الوقت تاع خاصه في الماركات الشتوي، ولاتنا عاده يعني، ولاتنا عاده في البطولات، ولا اللي يجي ولات عاده يعني كما قال لك الشيخ قبيله يعيط لي واحد ينحي فلان ونحي، ولا عاده والناس كامل ولاو دي ماناجر، الناس كامل ولات لازم تخدم هذه هي دونك. اسكو تعرضت لها سؤال حيتوني؟ باسكو انا قناعتي كاعلامي كصحفي اقول انه هناك يعني سور استيمي يعني القيمه تاع الجوار يعني 200 مليون بلا ما تكلمك على الروتور سور انفستيسمون باسكو ما يدخلكش لو مارشي يعني فوتبول اون الجيري لعده اعتبارات. ولكن هل تشوف بلي الناس باسكو ماشي دراهمهم لي ديريجون يغونفليو لي سالار تاع لي جوار وساتمو كاين بورسونتاج معاهم؟ اسكو تعرضت لها؟ ما يخفلكش الحلال بين والحرام بين الاخ واحد، دونك كل جوار كيفاش يخدم. دونك الا كان عندك كيما يقول انسان مؤمن، انسان يعني يحب ياكل خمسة حلال ما يقدرش ما يقبل بالشيء هذا. وانا شخصيا ما عنديش ماناجر في الكاريير تاعي. ما يقدرش ياكل معايا باسكو انا ما في الكاريير تاعي ما عنديش ماناجر في حياتي. كونسونس فين دير ماناجر وهو كلش واضح. ديري كونترا باينه ولي كلوز باينين، دونك ماهيش حاجه كبيره. انت لما تسمع دوك اللاعبين كاين اللي ما يعرفش يدير الفرق بين النت والبرد. صح، ما تسمح لي الاخ عدلان. دونك انا بريفيري نجيب انا فوكا نعطي له 10 مليون يحضر معايا الجلسه يسني لي ان كونترا وخلص عليها عشاء شباب، ميو كي نعطي ان كيما يقول لك ان سالير ان ماناجر اللي ما يدير لك والو اون بليس دو سا. ميم بالك كاين دي ماناجر وين كانوا هما السبه في كيما يقول لك دي كونترا وين زادوا لي جوار تاعهم وكذا. ما نعرفوش ولا شي يدير 10 ملايين، العشاء يدير 10 ملايين. ماكش فاهمني، نعطيك انا خليني نحكي لك بارابور جسام ونحكي لك بارابور يعني كيما قال لك الاخ عدلان كاين دي جوار ما يقدرش يقرا ماهيش حاجه واعره تجيب ان افوكا ودير ماشي عيب. نظن باللي لما تشوف تجيب واحد اللي يعرف يستعمل يعرف يستعمل يعرف في القانون. اسمح لي عدلان، علاش لي ماناجر تاعنا ما يجيبوش دي كونترا في ما على باليش في اليترونجي ولا وي معليش نسني معاك ان كونترا بصح جيب لي ان كونترا اللي باين البطوله تاعنا اي شوف جوال تشوفو يلعب المانتي ها العام الجاي يلعب في فريق الفوق تاع البك بلي اللي سو ديزون ماناجر اللي عندنا عندهم ضغوطات تاع رؤساء الفرق الانديه يقول له تتعامل معايا ولا تمشي معايا سينو ما نقبلكش اللاعب. جوستومون واش راني نحكي لك دونك ماناجر تاعك ما تدخش فيه كيفاش نخدم مع ماناجر انا دونك جو بونس انا دونك كل جوال كيفاش يخمم. مي انا في حياتي ما كاش عندي ربما انت كان عندك امكانيات كبيره كنت ترو سوليسيتي بارابور دوتر جوار سي سا هذا هو الفرق. لي جوار اللي عندهم اسم ما يسحقش هذه لي سوليسيتي ولكن لي جوار ما يخفالكش انا الاخ واحد انا كنت في بارادو بارابور لي كلوب اللي كانوا الفوق اتحاد ولا كانوا شبيبه ولا كذا فريق صغير وي وتنقلت في فاق سيف ما عندي حتى ماناجر كان حضر معايا رئيس الفريق زلتي نو سي ديجا الانسان لازم كيما يقول لك لونتوراج تاعك هو اللي يحميك الاخ واحد ماشي لازم دون دي ماناجر ما عندناش بيان سي نورمال شخصيه تبنى مع المجموعه اللي تكون عايش معها. الكوتش كاين ايضا مدربين يقولوا ارواح واعطيني واش كاين مكتوب ربي وخلاص هذه تنصح صاحبي ما تدخليش لراسي الله اعلم. صح شيخ انت ادرى باللي كاين مدربين كاين ربما كاين ولكن لعيب اللي كاين مدربين اللي تعاملوا هكذا بالك لاعبين ما يبيعوا لك الشيخ ثاني لا ما يحكيوش معايا الصور خلاص آه. انا بريميرمون ما نعرف لا بشحال لي سيني انا لا سول شوز كو جو في جو ريكروت نعطي لا كورتي على الجوار وخلاص جو ناسيست ني في لا نيغوسياسيون باش غدو اللاعب ما يقول لي انت جبتني جيب لي دراهمي كاين اداره يتكلف معها اكثر ولا اقل. سمير سقسيك انت ميركاتو هذا الشتوي خاصه انا ليا ما يصلحش انت هذا لي ترونسفير اللي تنداروا وحده ما عندكش ما تصيبش اللاعبين اللي تحب انت كما يتكلم الشيخ مصاج كيف انا اتاكون وثانيا نظن باللي ما ينفعش لما تشوف الوقت وحده 15 ديسمبر 15 ديسمبر حتى 15 جونفي دوك رانا سمعنا بواحد الحاله جديده اللي اسم هذا يصلح غير للمسيرين برك باش يبيعوا ويشري اكيد يديروا الفائده تاعها نو كاين اللي جابوا فريوي جابوا قاسمي كان رايح بارامون نقول لهم الشيخ ما وافقش عليه باش يجي من وين سيربي وي قاسمي هناك حديث لما اقول في المؤكد حرام اخويا ماذا بيجي شوف كاين ولعب عندي في عندنا واحد ماشي هناك حديث قاسمي رسميا نظن بدا العقد تاعو مع المولديه كان يسنى برك باش يتفاهم مع بالغربي واه اتصلت به من بعد غير رايه ولا انتقد الشيخ قدوم زروال الفريق شباب الوزداد انا جبتوه انتقدوه يعني كي جبتوه انت
انتقدوك، كاين الناس يعني انتقدتك كي جبتو يعني. والله ما عندي علم انا، الا نبقى نخمم في الانتقادات هي ما نشتغلش. يا سمير لا ديونتولوجي تاع الفوتبال حتى انا طوي هذا سيرتو في الميركاتو هذا، الناس كيما الشيخ هي بالك يسحق ان اتاكون ناكسيال ولا ميلو تيران اكسونتري، مي كاين دي فوا تسمع اسماء ام هضروا على رفيق واحد الكلب كاع يروحوا لرفيق واحد يديوه. شنو البروبليم كاين؟ شنو اللي عنده العموري؟ انت كاين فرق كيما الاتحاد العاصمه باغ اكزومبل جابوا ترو ميلو تيران، الوغ الميلو تيران اللي طري ريش تاع الاتحاد العاصمه كيما يقول الشيخ انا كيفاش ما يكونش عندك هذو مشكل؟ يسرى مشكل صح ولا لا؟ انت عندك بور دو بلاس بالك عندك كاتيليمون في الميم نيفو بور دو بلاس. لا تكلموا على بالعربي هذا تاع اللي كان في اتحاد الحراش، كان الناس حبوا يديه باسكو ما عندوش هذاك المنصب، اي نروح نزيد له انا شويه ونديه. نضرب اللي حتى لا استراتيجي للناس اللي عقال اللي يخموا على ميركاتو يا سمير ماشي بلاصتهم. اش كان اللي يشري الجوار؟ عدلان ميم الجوار حتى هو يدير الشوا تاعو. واش عندك الجوار يا شيخ؟ الجوار ولا ما غاديش يلعب؟ مي جوار ما يحوش اللاعب دوك انت تعطي له 100 رفيق تعطي له 150 يروح للليغا. سعيد يا شيخ ينتقدوا ربما صفقه تحوي يقول لك ما كانش يلعب بزاف في المونك دو ريتم. اسكو كتقني كمدرب تشوف بلي تقدر تعلق امال كبيره على لاعب من حجم امير سعيد؟ لا بريف درب معايا حصه وحصتين ولعبته يا في لعب هذاك لعبته. شوف كاين دي جوار كو ils sont capables de tirer l'équipe vers le haut. Vous me regardez je bute l'équipe le fort parce que je pense que كانت هذه إحصائية الجولة من ترتيب ونتائج وأيضا هدف هذه الجولة. يبقى زكريا نعيجي من نادي بارادو ب11 هدفا، الحاج عدلان يبقى متصدر وبفارق مريح عن إبرا من اتحاد الجزائر اللي في المرتبة الثانية بست أهداف. نظن في لاموين نعيجي 11 بيت في لافاز الي ما سجلش مع رانا بدينا في لافاز روتور. لا يكون عنده فرص ونظر بلي يقدر يخرج احسن هدف تاع البطوله هذا العام، وموراه اباره اللي راهو بست هدف نظن بعيد شويه عليه. كلش ممكن هادو في زوج مهاجمين يعني حقيقيين في الانديه تاعهم، ولما يكون عندهم لاعبين اللي يلحقوا لهم الكرات باش يسجلوا اهداف يكون عندهم فرص، تكون عندهم ممكن خاصه نعيجين نظن بلي يقدر يخرج احسن هدف هذا الموسم ان شاء الله. مولود جديات فيما يخص الهدفيه البطوله الوطنيه في وقتكم والوقت الحالي رانا شاهدوا يعني مقارنه بعيده شويه. ما يخفالكش مهاجمين نقصوا في البطوله تاعنا كاش راس حرب حقيقي. انا نشوف نعيجي هو الاحسن مهاجم اللي متواجد حاليا في البطوله، وبعده يجي بالك ابره. نظن انا نعيجي نشوف نعيجي اللي نقدر عبيد يقدر يعاود يولي، والشيخ عبيد يعرفه مليح بالك الامكانيه تاعو بارابول اللاعبين هذو. نظن انا نعيجي هو احسن لاعب واللي يقدر يفوز بالله. راح عمراني عبيد نقص الشيخ عبد القادر؟ لا والله والو اللي يعاود يولي في مرحله صعيبه في مرحله في بدايه البطوله ما كانش كان حاب يروح هو ما كانش عارف روحه يقعد ما كانش عارف يروح ذهنيا يعني بريباراسيون ما دارهاش كما يلزم الحال. ظن فات في مرحلة شوية صعيبة، جو بونس كو ميم لي ماتش لعبهم زاد تبليسة، لي ماتش لعبهم ما كانش مردود تاعو، ما كان فيه مقابلات ما قدرش يكملهم. نظن باللي في مرحلة العودة درك ساب التوازن تاعو، نظن هذ المقابلتين سجل فيهم ديجا هدفين سي ديجا بوكو. بالنسبة لي كيما يقولوها عطاوه الثقة، عطاوه الثقة باش يكمل
البطولة إن شاء الله. إن شاء الله. والآن نتحدث عن التشكيلة المثالية من إعداد الحاج عدلان. الحاج عدلان بوش. تفضل. ونصر بوش تنحيه وحيه والمناسبة هو كان باسكو هاد ليكيب لاشمان نشاركوا فيها أنا ونصر على حسب اللاعبين اللي يكونوا في المستوى. أو شيخ هنقدر يدخل الكوتش هنقدر يدخل وهي يقدر حتى العموري يقدر يدخل يوم, يوم وكين عمراني متقدرش تعفس هنا الحاجة حتى العموري تاني نظر باللي راهو عنده مستقبل الاجتماع يسقسيوه اللي عنده اتصالات في هذا المركز واسمها باللي حبوا كان بعد فرق حبوا يديوه صالحي نظر باللي كان وراء الفوز تاع شباب القبائل أنقذ فريقه يعني من فوز محقق كان دي ستواسون يخرجهم يستاهل باش يكون اليوم حارس أساسي. لوسيف اللي كنت شفته أنا ونصر كان موجود في الملعب كان من أحسن لاعبين في بين جانا صغير نادي بارادو ومولدية العاصمة صراحة المنتخب المحلي إكزاكتو ما يعني لاتيرال يعني دروا ومن أروع ما يكون يعني إذا كلت لادروا من اختصاص فريق نادي بارادو نشوفوا عطال حتى الناس سموه عطال دار هذا أنا ونصر سألنا كيفاش نابايتي كونتاكتي بار دي كلوب اللي عندهم من ديفيسيت ونيفو لكنهم في المنتخب الوطني اللي اقل يلعب معنا كبر في الموسم فرد في نهايه الموسم لعبوا لوسيف لعبوا كبر لوسيف المباراه الاخيره تاع اللقب لا المباراه ديال الخلانيه هذه المباراه الخلانيه كانت لك فرصه الشيخ شتو مع المولديه كان احسن لعب ضدي في قسنطينه هذا الموسم ثاني من العياده اللي انتجنا الموت لعبوا شي الكوتي دروا حنا شفنا باسكو بلي... عندي كاين لعبوا دروات باسكو كاين زعلاني وكاين كان من احسن عناصر في المباراه الاخرانيه ضد نصر حسين داي اللي درناها انا ونصر ونيفو دلاكس باسكو هذا اللي بوليفان يقدر يلعب في ماتش كوم يلعب دروات ميباركو اللي دفاعيا كان في المستوى اللي كان يعني الند في الند مع المهاجم النايجي اللي كنا تكلمنا عليه ما خلاش يعني يسجل ولا يولي في النتيجه وزاد كان وراء الهدف تاع التاهل هو اللي يكون مع بن عياده في لاك سونترال شيتي نظن باللي اكد كورين فوا باللي سي الجيميير لاتيرال غوش في شباب القبائل ولكن الاحسن في المنصب تاعو الشيخ اللي في البطوله من الموسم الفارطه اكزاكتو داير تمام في الفوز تاع شباب التصاوره لي زاكسيون اللي كانوا دونجيروس كانوا في الكوتي غوش بوكو بلوس في الكوتي غوش وسط ميدان ماناش نشوف واحد كيما العموري جدياته وي دوماج لاموري جديد كانت لافورس تاعو يخبطها بالناس تدخل نو اي بي كان كيما يقدر يلعب وسط ميدان كيما يقدر يكون مهاجم يعني كنا نشوفوه وراء المهاجمين كيما يقدر يكون هو مهاجم اول من ساحه اللي نظن ليا يقدر يكون ريفيلاسيون في هذا الموسم في تجنن صحيح يلعب كلوار اه كوتي دروا هذا كوتي دروا هاي عنده امكانيات تقنيه من اروع ما يكون شفنا نصر باللي في هذه التشكيلات هذا الاسبوع يكون اساسي ديونغ اللي كان احسن عنصر في المولوديه مع مباراه والمباراه اللي فاتت ضد فريق نادي بارادو خيرناهم اليوم باش نديرهم في زوج في وسط الميدان الهجوم لا كان دو ميلو تيرا من عياد جديات توافقوا لحد الان أنا موافقه الشيخ حد الآن نبدأ من لا حتى لا مؤذن في البرج مؤذن هادو اللي زوج بن عياد بن عياد تاني كان كنا ناس قايس إنه في الميلوتير لليون انترناسيونال بجان الكوتش وقيلة حقرك ما كان حتى واحد تاع الشباب بالوزداد معليش نكملوها في الفانتيزون نكملوها أنا المؤذن تاع نادي بارادو اللي دار مباراه من اروع ما يكون لي سيمبوزيسي البلان فيزيك يلعب تكنيك هنا حاجه ومؤذن نادي البرج اللي كان هو وراء الفوز وتسجل ثلاث اهداف شفنا حتى لاباس تاع الدرني بيوت الهدف تاعو ما يديروش بزاف باسكو جينيرالمون يكونوا اناني داخل لا سيرفاس دي ريباراسيون لي دو اتاكون عبيد تحدث عليه الشيخ عبيد اللي عاود ولا بارابور لي دو بيوت اللي ماركاو خاصه اللي سجل هدف الفوز عنده 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 اتصال مع بن عياد مراد اللي نضرب اللي وحده فاز على وفاق سطيف فريق سابق يقدر يدير الهاتريك مالوريزمون طاح في غارديان اللي مالتي لي البيناتي من الغارديان اللي خرجها نضرب اللي على حسب واش شفنا انا وناصر هذه هي التشكيله اللي خيرناها في هذا الاسبوع راح طيح في حرج الحاج انت وناصر بويز ناصر ما كاشو وما ما يحشم شويه احسن مدرب شكون تقابل وحدك حنا خيرنا ديما انا وياه باسكو فاز في مباراة اللي واحد ما كانش بزاف الناس يستنوا باش راح يفوز و بزيادة ابري كات ماتش يعني سون فيكتوار في الماتش دو شامبيونات جد الاقصاء في الكأس الجمهورية
ديما ماشي كافالي شيخ معليش ماشي كافالي ماشي كافالي بيناتنا نو يا كي الناس باينين فاهموا جو بونس كو سي ان اونترونور باينين فاش الشيخ في الكفاءات ولا في الخدمه سي ان اونترونور كي في دي بريسي بريف تيرا بديجا عام بيرسونيلمون ما نعرفوش ما نعرفوش كافالي اللي يقول لك يعرف البطوله يعرف يهضر يعرف يخدم مالوش من هذوك اللي يديز نامبورت كوا إلي ساج جو بونس كو لا فيريتي معاه لا جي اس كا ان اوتر فيزاج وكافالي شيخ ولا ما نحبش نهضر في الناس انا حنا عطينا المدرب اللي اخترناه اليوم تشاطرنا شيخ المدرب اللي اخترناه تاع الاسبوع فاصل حاج عبدان ونعود لمواصلة الحديث في هذه الحصة.